نشر مركز أبحاث أمريكي نتائج استطلاع قام به في 26 دولة حول العالم، خلصت إلى أن روسيا تعتبر من الدول الرئيسية التي تشكل تهديداً للنظام العالمي. وأشار تقرير المركز إلى أن أكثر من 65% من المستطلعين في بولندا يعتبرون سياسة الكريملين تجاه الدول الأخرى هي الأخطر. وألفت التقرير إلى أن التهديدات الدولية الأبرز هي تغير المناخ والإرهاب الدولي والهجمات السيبرانية.